في قيامة مسيحنا، نهلل ونمجد. المسيح قام، بالحقيقة قام، ونحن نحيا جميعا في بركات قيامة مسيحنا الذي كسر شوكة الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ الملاك الذي كان في انتظار المريمات يقول لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ أنتن تطلبن يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال. يسوع قام وترك القبر فارغا. القبر فارغ، ونحن ايضا عندما يبوق الملاك بانتهاء الحياة على الأرض، يقوم الأموات من قبورهم في صورة أخرى، ليست هي العظام أو الجيفة التي انتهى أوانها أو الجلود البالية، ولكن في أجساد نورانية وأرواح مهللة هنالك في ملكوت السماوات. المؤمنون بيسوع المسيح والمنتظرون لقيامته هم أولئك الذين يكونون عن يمينه، أما الذين لا يؤمنون بقيامة المسيح فأولئك يذهبون إلى موت أبدي. يختلف عن الموت الذي نعبر به في هذه الحياة. الموت الثاني معناها عذاب مقيم ورفض لأولئك، وليس لهم نصيب في الجلوس مع الملك يسوع في وليمة الحمل، وليمة العرس في الأمجاد السماوية. الموت الثاني هو الخطورة. أما لنا نحن الذين ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، لنا النصيب الجميل والحلو والنداء الجميل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل ملك المعد لكم قبل تأسيس العالم. في علم الله وفي فكره السابق أن يعد لأولئك الذين آمنوا وانتظروا الملكوت والسماء الخالدة والجلوس عن يمين المسيح، دول لهم الحق أن يكونوا في الوليمة في المجد مهللين ومسبحين، كلهم قديسين من أولهم لآخرهم، دول اللي كسبوا. أما المتوانين المتكاسلين غير المؤمنين ليس لهم الحق في دخول الملكوت، ما لهمش. ملكوت السماوات يختصب والغاصبون يختطفونه، يعني معناها جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. الإكليل ده مش على أولى، يهبه الديان العادل في عدل
وليس هنالك واحد ياخد بالعافية او بالاكراه. دخل صاحب العرس وجد واحد ليس عليه ثياب العرس. منين دخل؟ خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. معنى هذا ان مفيش واحد ياخد حق ان لم يكن هذا من نصيبه. لكن واحد يغتصب ويدخل انا طيب انا لا. تصلي صلاة من قلبك، تؤمن بمسيحك، تجاهد وتستشهد. اليوم واحد في الشهر، اول شهر 6 يونيو، ده الميعاد اللي وصلت فيه العائلة المقدسة مسيحنا الطفل القدوس مع امه العذراء ويوسف النجار، وصلوا الى بلادنا المصرية بعدما عبروا الصحراء سيناء عقب المذبحة التي امر بها ذلك الملك هيرودس الطاغية لعله يقتل الطفل يسوع الذي رأى حسب ما فكر انه الوريث لعرش روما كما قال اولئك الوافدين من المشرق المجوس الذين جاءوا حينما رأوا النجم المتألق وصاروا وراءه ووصلوا الى اورشليم ومثلوا امام هيرودس: لماذا جئتم؟ جئنا نتبع النجم الذي يشير الى مولود عظيم لعله هو ملك قادم يملك على العالم. في فكره وفي حسه ان هنالك من يغتصب الملك منه ومن الامبراطور في ذلك الحين. دجل، امنيات كاذبة عالمية. يسوع يقول: مملكتي ليست من هذا العالم. مملكة يسوع العرش بتاعها الصليب اللي ارتفع فوقه واللي قال: متى ارتفعت اجذب الي الجميع. كلنا نتطلع الى المسيح المصلوب، هو الملك، والملك اسبغ علينا وافاض علينا من عطفه ومن بره ومن غفرانه ومن حبه ومن حنانه. يسوع فوق الصليب تنزف منه الدماء ونحن نغتسل ونتغذى من هذه الدماء، نصير في حياة جديدة. هو ذا الكل قد صار جديدا. ده الفادي اللي غفر الخطية، وليس هنالك من يستطيع ان يغفر مثل ما يغفر يسوع. يسوع الذي يغفر الخطية، يغفر خطايانا جميعا. هذا هو الملك الذي في امكانه ان يغفر الخطية ويعطي حياة جديدة، حياة مقدسة، حياة فاضلة. ولهذا يسير المسيحيون المجاهدون وراء مليكهم حتى وان ادى الامر الى بذل الدماء مثل ما بذل يسوع. يسوع قال: من يؤمن بي يأتي ورائي، ومن يريد ان يأتي ورائي يحمل الصليب. الصليب معناه الجهاد والايمان بالمسيح المصلوب. فمسيحنا الذي صار في طريق الفداء حمل الصليب نيابة عنا، ونحن ايضا نفخر بمسيحنا ونفتخر ايضا بصليبه. وحاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح، ده اللي نفتخر به. صار المجاهدون وراء المصلوب حاملين الصليب. واذ نحتفل اليوم باعادة بناء كنيسة الشهيد أبادير والشهيدة إيريني أخته، نحتفل بإعادة هذا البناء. الكنيسة هدمت عدة مرات
منها ما هو بفعل الزمن ومنها من هو بمعنى الاضطهاد، ولكن عادت أيضا قائمة وشامخة تحمل أجساد قديسين كثيرين. وهيأ الرب أن يكون عيد دخوله إلى بلادنا هو تذكار إعادة بنائها سنة 1997. احتفلنا في هذا المكان بالقداس الأول بعد إعادة البناء. كم لنا من الكنائس التي لا تحصى في بلادنا المصرية وفي مدينة أسيوط أيضا، منها ما قد هدم ومنها ما قد اغتصب. وإذا ما حاولنا ترميم كنيسة نسير ضربا طويلا حتى يتحنن المسؤولون علينا بإعادة الترميم. وكم وكم من الإجراءات نرجو السماء أن تعطف قلوب أولئك الولاة كي يسمحوا لنا بالترميم وأيضا بالبناء لما هو يلزم من جديد. نحن نصرخ إلى الله لكي يتقبل الدعوات ويفسح المجال لعباد المسيحيين أن يصلوا بحريتهم، وليت المسؤولون يستمعون لأنات قلوبنا. ونحن في الوقت نفسه نصلي دائما من أجل الرئيس والوزراء والحكام والمشيرين وكل المسؤولين لكي يكون العدل شعارهم، ونحن في الوقت نفسه متمسكون بمسيحنا حتى النفس الأخير. مهما كانت الظلمات أو مهما كانت الضيقات فنحن نؤمن أننا أبناء المسيح الحي الدائم إلى الأبد. على التراب نركع ونسجد، في كنائسنا نسبح ونرفع أيدينا، وفي منازلنا قلوبنا سواء كنا متيقظين أو نائمين هي بيد المسيح، ودائما نسلك حسب مرضاته. قراءة كتاب مقدس، شاكرين ومهللين، مرنمين ومسبحين، وكل يوم نحن نعبر الطريق وواثقون تماما أن الرب معنا. وعده صادق، أنا معكم متى؟ كل الأيام، لمدة شهر، لمدة سنة، إلى متى؟ أنا معكم كل الأيام إلى، قال انقضاء الدهر، انقضاء العالم، وبعد انقضائه حيثما يكون يسوع يكون أيضا أبناؤه وخدامه هنالك في الملكوت. الشهيد أبادير، الشهيدة إيريني ليسوا من عامة الناس، بل الشهيد أبادير هو قائد وابن وزير، والشهيدة إيريني هي أخته، ابنة مكرمة معززة، رأت ووضعت في قلبها أن تنبذ كل إنسان لتصير عروسا لرب البشر وفاديهم يسوع المسيح. تركوا بلادهم سرا، وصلوا إلى بلادنا، كان نصيبهم الشهادة للمسيح وقطع رؤوسهم هنالك في مدينة المنيا أنصنة بجوارها. وهنالك من أوكلت إليه السماء حمل هذه الأجساد وإخفائها إلى أن وصلت مدينتكم أسيوط. مدينتنا أسيوط زاخرة وسعيدة وغنية بهذا التراث المقدس. يسوع يقول من يكرمكم يكرمني. أكرمتم الشهداء، وضعت أجسادهم في هذه الكنيسة وفي غيرها، ليست كنيسة واحدة في أسيوط أو شهيد واحد، وليس هم خمسة فقط في كنيسة الشهداء، بل هم كالخمس خبزات يضعون نضعهم بين يدي المسيح، ف
فإذا بكثيرين وكثيرين لو نقبنا أو أزحنا التراب عن سطح الأرض لاكتشفنا أن هنالك مئات وألوف من شهدائنا باقين ومحفوظين بنعمة الله وبقوة سماوية تحت ترابنا المقدس. كنيستكم مقدسة من قبل الرب، وأيضا جماعة القديسين الموجودين في أعماقها. وإن كنا نضع بين أيدينا جزءا يسيرا من تراث القديسين ورفاتهم لنحتفظ به في هياكلنا، لكنهم هنالك موجودون وبيصلوا في السماء وبيهللوا ومعهم القصارات، وهم من بيقولوا امتى يا يسوع نخلص، امتى؟ قالوا انتظروا لغايه قوتكم اللي على الارض لما يكملوا جهاتهم هيجوا ينضموا ليكم. خذوا حصارات، امسكوا، البسوا ملابس بيضاء، هللوا مع الملائكة. نحن في مجمع ملائكة ومواكب قديسين وفي حضرة الرب يسوع، سواء كنا على الارض او وصلنا الى السماء. كنيسنا مليانة صلوات وبركات، ليس الشهيد أبادير فقط، كنيسة القديس ماركوس اللي تجلت فيها الأنوار وسطعت وانبسطت وملأت الديار. ومن هنا وإلى دير العذراء جيئة وذهابا، ودير العذراء انبثقت فيه الأضواء والأنوار سنة 1968 سبتمبر، عيد النيروز. ليست هذه الأنوار بغريبة، إنما عندما استطعت بالكثرة والوفرة لتلفت الأنظار لا إلى شعب أسيوط فقط، بل امتدت إلى كل العالم سواء بالصور أو بالإذاعات. ده امتداد ليس في قدرة بشر، كل الوسائل العلمية تعاونت على نشر هذا الخبر بالصوت والصورة. حينما ظهرت في كنيسة القديس ماركوس، لما نبحث نقول طب ايه في ملابسات للموقف. أسيوط تستحق، الرب أنعم علينا نشكره، ولما كنيسة القديس ماركوس نبحث تاريخيا هل هي كنيسة عمرها اللي بنيت إعادتها، أو لما كان قبل هذه الكنيسة مباشرة؟ لا، تاريخيا لا، عمقا في التاريخ يمتد الى القديس ماركوس الرسول نفسه الذي وفد عبر مجيئه الى بلاد المصرية في ضروب الى ان وصل الى اسيوط واتجه شمالا. وليس هذا فقط، كانت المياه او النهر يصل الى كنيسة القديس ماركوس، يعني في ميناء في مرفا، يعني المراكب لما توصل وجذب العائلة المقدسة لهذا المرفأ لكنيسة القديس ماركوس، وعبرت بجانب الجبل وإلى هناك إلى مغارتها التي أقامت فيها مدة طويلة من الزمن. شكرا لإلهنا الذي يقدس ديارنا ويقدس قلوبنا ويعطينا أفراحا حقيقية. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء، يعني قديسين أحياء، مش مات واندثرت وانتهت المسيرة، المسيرة متواصلة. كم وكم من الشهداء في بلادنا المصرية شمالا وجنوبا، وكم يذكر تاريخ الكنيسة. أما الألوف المؤلفة التي لم يستوعب التاريخ وأسماءها لكنها موجودة، تقول كديه في أسيوط شهداء؟ أقول لكم كنيسة الشهداء مليانة. تقول مليانة إزاي؟ مش الرف اللي هناك اللي في أجساد؟ لا لا لا، هيأتي الوقت الذين ترون مقبرة كبرى تحت هذه الكنيسة. بس دي لا، طول عمركم وتقولوا ابو جورج. ايه ابو جورج ده اللي بتعملوا الحمص والسوداني والحلويات، وتجوا في الاحد الخامس من الصوم الكبير وتبوا هناك يشتروا
الحلويات يفرحوا. السر المعروف والمكتوب تاريخيا أن في ذلك الأحد، التاريخ ده مضى عليه ما يقرب أو يزيد عن 700 سنة، جورج أسقف بروجيت أسيوط من حوالي 700 سنة كان أسقفا لأسيوط، وفي سبيل إيمانه ارتضى أن تقطع رأسه ودفن حيث المكان المعروف لكم جميعا واللي تقولوا فيه أبو جورج، إنه الشهيد القديس جورج أسقف إبراشية أسيوط لم يكن غريبا عن هذا المكان، والمكان الوحيد الذي يوجد على اتساع بلادنا، لا يوجد غير مكان واحد معروف لديه هذا الاسم وهو أبو جورج. وقولوا بو جورج، أبا جورج، تحريف مش أبو بمعنى أب، لا، هي أفا جورج، أمبا جورج، لكن هو القديس جورج، ومدفون في موقعه أيضا الذي تصلي فيه الكنيسة وباستمرار تصلي وترفع القداسات وتطلب البركات. أهنئكم بقديسيكم، ونحن جميعا نضرع إلى السماء أن تعطينا بركات، ونقول بشفاعات مريم العذراء، شفاعات رئيس الملائكة، بصلوات القديسين، ونقول القديس مرقس الرسول، ونضم زي ما احنا عايزين، ونقول القديس والشهيد جورج، كل الشهداء، شهيدة بدير، نعم، الشهداء بالمئات. عندنا في ريفة الشهيد القديس أنبقلت، كل قطعة في بلادنا تضمخت وتباركت بدماء قديسين، امتزجت بدماء الفادي وسالت على أرضنا وغطت هذه الأماكن، ونحن نأخذ من هذه البركات. حظنا موفور إن السماء بتساعدنا وبتكرمنا وبتدينا خير كتير، دي بركات. أنا لما أقول بركة القديسين مش غريب، ليه؟ واحد يدعو له أبوه وأمه يقول له ده ابن مطيع كويس، واخد بركات والديه، شي جميل، طاعة الوالدين، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، يعني تاخذ بركة تبقى أيامك حلوة. وفي الوقت نفسه الناس لما يصلوا من أجل بعضهم، ادعي لي يا فلان أنا قدامي مهمة في مشكلة، يجوا للكنيسة صلينا، الكنيسة بترفع القداسات وبتقدم الدعوات والصلوات من أجل أبنائها وشعبها، صلوا من أجل بعضكم بعض، دي ذخائر، دي قوة روحية، ما أحلى وما أجمل أنه كلنا مجتمعين مع بعض وبنصلي سوا، السماء بتنصت، بل يسوع معنا في الوسط والكل بيهلل، ما هيش كلمات طايرة في الهواء ولا غير مسموعة، لا، ده مسموعة. يجي إيليا يقول السماء لا تمطر، لا تمطر، السماء تمطر، تمطر، وليه كده؟ لأن هنالك إنسان عاتي بيتحكم في جماعة المؤمنين، السماء بتحاطبه، وبسبب هذا الشعب الذي يخضع ويطيع له ولم يشفق على جماعة الناس الطيبين، لدرجة أن إيليا يقول يا هدموا مذابحك، قتلوا أنبياءك، وبقيت أنا وحدي. لا يا إيليا ما تخافش، ده في ألوف، ويقول له 7000 ركبة، يعني 7 عدد الكمال، ما يقول له 7، ألوف لم تخضع لبشر، بل هي ساجدة متطلعة إلى السماء، إلى الله العلي الذي يسمع الأصوات. يجي إيليا يلقى الحكاية، يشفق الله، يا رب نزل المطر، تنزل المطر، ترتوي الأرض، وبعد ما تنسكب
هذه المياه الغزيرة تجي الزراعة وتبقى مكدسة، وأيام الجوع تمضي. الله يسمع صوتك ويسمع صرخاتك حينما تنحني وتسكب دموعك وركبك أمام المسجود، أمام الإله الذي له السجود، أمام يسوع المصلوب. عندئذ تشعر بقلبك أن الله معك. ما أجمل أن نكون مسيحيين وعابدين بالروح والحق، ولمسيحنا المجد والبركة والنعمة دائما. احنا بنسجد بنعبد مين؟ بنعبد إله حي، ليس هو هنا. القبر خلاص ما فيش ميت، فيه ما ده في شوية أكفان، والأكفان معمولة ازاي؟ مرتبة، ده للجسد، ده للأيدي، ده للرأس. ايه يعني المسيح ما حدش خطفه ولا التلاميذ، ده مرتب موضوعين والقبر فاض. لكن في ملائكة تنتظر وتقول ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال. ده هو قال انا مش هقعد في القبر، وقال انتم مش هتقعدوا في القبور، وقال ان احنا كلنا المؤمنين باسم مسيحنا نجتمع حوله، كما نحن نجتمع الان حول ذبيحة يسوع المسيح الموضوع فوق المذبح. قوات نورانية، ملائكة سمائية، قديسين مطوبين، كلهم بنشوفهم وبنطلب صلواتهم، وكل واحد منهم قولوا عنهم وراءه أو معه مجموعة من القديسين. وليس الإنسان وحده، إلا قال يسوع أنا معك، يبقى معك، يبقى أنت مش بمفردك، معك القوة اللانهائية، السمائيين، الملائكة، كل المقادس التي تصلي. واحنا ايضا بنصلي ونقول ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كل الأيام هي أعياد، وأعياد روحية وليست عالمية، مليانة بالبركات والمسرات. وإذا نحن في فرح دائم، أفراح بالرب يسوع الذي يقول لكم انصرفوا بسلام، وسلامه الكامل فليكن مع جميعكم. آمين.